إلى جدة، حيث باشرت الجهات الأمنية بمحافظة جدة التحقيق في واقعة اعتداء حارس أمن بأحد المستشفيات الحكومية بالضرب المبرح على مدير مناوب كان في جولة تفقدية. وكان المدير المناوب قد تفاجأ بشخص داخل منطقة محظور الدخول بها، ما دفع للاستفسار من الحارس الذي لم يعره أي اهتمام. من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لصحة جدة عبدالله الغامدي أن هذا التصرف غير مقبول نهائيا، مشيرة إلى إبلاغ الجهات الأمنية في حينها وفتح تحقيق مع الشركة التابع لها حارس الأمن حسب الأنظمة والتعليمات، وأنه قد تم إيقاف المعتدي لدى الجهات المختصة، مؤكدا أن هذا السلوك فرديا وتجاوزا مخالفا للأنظمة والقوانين، كذلك لا يمثل قيم وأخلاق منسوبي الصحة، وهذا هو الأهم. أيا كانت المشكلة لشخص يعني يواجه مشكلة داخل منظمته، يعني الأمور لا تؤخذ خلينا نقول بالقوة، أو يعني تستطيع أن يعني يعمل بعض الإجراءات النظامية وبالإمكان من خلالها أخذ حقك، أو أقل شيء يعني أكيد في أرقام للشكاوى أو أرقام ممكن التواصل من خلالها. أتوقع هذا هو الطريق الأنسب، يعني بعيدا عن وزارة الصحة يعني قاعدة تقوم بجهد كبير جدا جدا، يعني هو من القطاع أتوقع أنه أكبر ثاني قطاع في المملكة بعد وزارة التعليم، يعني طبيعي تقع بعض المشاكل لو البسيطة، طبيعي يعني مستحيل مستحيل أنه بيكون خالي من الأخطاء، لكن تقليل الأخطاء وهذا اللي تقوم عليه الوزارة مشكورة، سواء على الخدمة، خدمة المستفيد وخدمة المواطن اللي وضعت هذا القطاع الكبير داخل وزارة الصحة 937 لأي شكوى عندك، أي شيء تلاحظه، أي اقتراح، أي شكاوى تبي تقدمها على أحد المستشفيات التي تتبع لوزارة الصحة، ما عليك إلا تتصل على 937 ومباشرة يردون عليك ويرفعون الشكوى للمستشفى اللي قدمت عليه الشكوى.